ينضم إلينا من القدس مراسل العربي أحمد دروشي. مرحبا بك أحمد في هذه الجولة الجديدة لبلينكين، بماذا تستقبله إسرائيل؟ تستقبله إسرائيل بكثير من الترقب حول صفقة تبادل الأسرى، خصوصا وسط خشية إسرائيلية من أن يؤدي شهر رمضان المقبل أو التصعيد الإسرائيلي في شهر رمضان المقبل إلى تصعيد ليس فقط في قطاع غزة إنما في الضفة الغربية وفي القدس، وبالتالي نذر تصعيد أكبر في المنطقة. حتى الآن إسرائيل لا توجد لديها قرارات لمنع هذا التصعيد في رمضان، وربما بحسب مصادر أمنية تحدثت إلى دعوت أحرنوت تساهم صفقة تبادل الأسرى المحتملة في حد من التصعيد المحتمل في شهر رمضان. لذلك إسرائيل تترقب هذه الزيارة بشكل كبير جدا، تترقبها بالأساس لمعرفة حدود الدعم الأمريكي للحرب على قطاع غزة، خصوصا على ضوء ما ينشر في وسائل إعلام أمريكية من أن الإدارة الأمريكية تتململ بشكل كبير جدا من حكومة بنيامين نتنياهو، إلى درجة أن صحيفة بوليتيكو نشرت الليلة الماضية أن بايدن يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأقذع الشتائم في الجلسة الخاصة. هذه الأجواء المتوترة في العلاقة بين تل أبيب وبين واشنطن ألقت بظلالها على مجمل التصريحات خلال الفترة الماضية. بالأمس هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي، وقال إنه لو كان رئيس آخر في البيت الأبيض وكان يقصد أو تحدث صراحة عن دونالد ترامب لكان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل أكبر بكثير من الدعم الحالي على حد ما يزعم إيتمار بن غفير. علاقة متوترة، إسرائيل يبدو أنها وصلت سواء ميدانيا أو سياسيا فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى إلى لحظة الحسم، تحتاج إلى اتخاذ قرار يتعلق بطبيعة استمرار الحرب على قطاع غزة، بصفقة تبادل الأسرى للفترة المقبلة، وأيضا بالأوضاع على الجبهة اللبنانية. وحتى الآن لا توجد مداولات جدية في إسرائيل على المستوى السياسي للبت في هذه الأمور، بالتالي إسرائيل تترقب هذه الزيارة لمعرفة مآلات أو ربما ما هي الفرص المتاحة أمامها خلال الفترة المقبلة. ولو أن وزير الخارجية الأمريكي يأتي إلى إسرائيل حاملا هدية معه هي مساعدات أو دعم عسكري ومالي أمريكي كبير سيقر في الكونغرس على الأرجح خلال الأسبوع المقبل محمد.